عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل غير المحدود للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في بناء الجمهورية الجديدة ولتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليا وخارجيا خلال السنوات المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من فئات المجتمع كافة. جايين نشارك اليوم في المبادرة على بقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية، لأن كل منا من ينظر إلى الواقع يرى الخير الذي أتى به هذا الرجل إلى البلاد وحماية البلاد والدفاع عن البلد وتطوير الجيش ونزول الخير في البلاد وفي كل قرية. الداني والقاصي يعرف ذلك من مشاهدة الإعلام المرئيات، نشاهد بأعيننا أمام بيوتنا أمام بلادنا من هذا الخير الذي نزل علينا. أنا جاي هنا بنجتمع علشان نؤيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى. بنقول للشعب المصري ومركز كوبومبو بحاله بيأيد وبايع سيادة الرئيس لفترة للإنجازات اللي احنا شايفينها على أرض الواقع من تعليم وري وزراعة. متواصلين في الإنجازات التي تمت في العشر سنوات اللي عدوا، طبعا في إنجازات عدت في مشروعات الصناعية ومشروعات الزراعية ومشروعات التنموية. لو حصرنا هذه المشروعات طبعا يمكن هي العشر سنين، مش هنقول العشر سنين لا، ما تتعملش في 50 سنة. احنا النهارده جايين نأيد معالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإنجازات اللي عملها وللتكملة اللي هو طبعا ماشي فيها، واحنا مليار نعم 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 للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الجديدة. احنا النهارده جايين مؤتمر تأييد سيادة الرئيس بمركز كومومبو. طبعا النهارده انا جاي بمثل المراه، ان المراه دوت عصر بالفعل العصر الذهبي للمراه كان في حكم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا المشاركه السياسيه للمراه واجبه وضروريه جدا، ان هي بتنزل وتنتخب وبتعبر عن رايها وبتقول انا اختار مين وعارفه مين الاولى للحكم في الفتره الزمنيه القادمه. ونبارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي احنا خلانا في أمن وأمان. احنا شايفين البلاد جنبينا وشايفين الدول جنبينا، الراجل ده معيشنا في أمن وأمان، دي أكبر نعمة ربنا بديها لنا سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيه. بندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات الكبرى اللي عملها، وربنا يوفقه إن شاء الله في الانتخابات وينجح إن شاء الله ويكون خير للبلد.